قلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن كل معاني الأخوة. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا بمشاهدينا الأعزاء وهذه الحلقة الجديدة اللي تطل عليكم عبر شاشة كويت سبورت من يوم الأحد إلى يوم الخميس. نستضيف من خلال هذه الحلقات ضيوف متميزين ومتألقين في شتى المجالات لا سيما بالرياضة، بالإضافة إلى فقراتنا المنوعة اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم ورضاكم. ونذكركم إذا كانت عندكم أي فكرة أو رأي أو موضوع حابين نسلط عليه الضوء من خلال البرنامج، كل اللي عليكم أنكم تسوونه تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان سناب شات أو إنستغرام شباب كيوإيت تي في، أو إيميل البرنامج شباب كيوإيت @hotmail.com. تأكدوا دائما وأبدا رأيكم يهمنا، فأهلا وسهلا فيكم مشاهدين الأعزاء. قبل لا نبتدي هذه الحلقة وننطلق فيها ونأخذكم بجولة جميلة من خلال فقراتنا ومساحتنا الحوارية، اسمحوا لي في البداية أرحب في زميلتي شيماء. يعطيك العافية. الله يعافيك ونورتينا حبيبتي في برنامج شباب قول وفعل. يعطيك العافية بدور. أولا أعزائي المشاهدين طبعا نورتونا في هذا البرنامج اليوم، حلقة متميزة دائما ننطلق فيها من أبرز الانطلاقات الجميلة ونقدر نقول المواهب الشبابية الجميلة، الطاقة الشبابية نعرض فيها لكم دائما من يوم الأحد إلى الخميس. واليوم أيضا راح تكون حلقة مميزة جميلة من طاقة شبابية إن شاء الله. يعطيك العافية، وأيضا كذلك يعطيكم العافية مشاهدينا الأعزاء. اليوم في محورنا القادم لهذه الحلقة راح نتكلم مع أحد أبطال الكويت في رياضة الملاكمة، راح نتعرف كيف كانت بداياته وما هي الإنجازات اللي حققها وسعى جاهدا أن يرفع اسم بلاده عالي. مشاهدينا الأعزاء عندنا استطلاع مثل ما عودناكم بداية الحلقة، دائما نطلع استطلاع نتكلم عن موضوع معين ومن ثم نرجع لكم الاستديو وكل واحد فينا يدلو بدلوة، وإن شاء الله هذه الآراء تعجبكم. استطلاعنا اليوم يتكلم عن صلة الرحم، نشوفه معاكم ولنعوده. شلون تحرص على قرص قيمة صلة الرحم في عيالك أو الأبناء؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا صلة الرحم هذه ما يحتاج أصلا واحد، خصوصا عيالنا حاليا متعلمين، فهذا الشيء أساسا ماخذينه بالمدرسة قبل أن احنا نعلمهم، هذا شيء من ديننا الإسلامي طبعا موجود، بس ما يمنع احنا كأهل أن نغرس هذا الشيء فيهم. طبعا بالنسبة للأهل نتواصل وياهم، بس هو تدرين في ظل هالجاي حالي الواحد ما يدري يزور أهله يتواصل وياهم، خوف يطلع أنا رايح مكان شودي وياه شعطيهم، ما إحنا عارفين يعني حتى الصغار دين نخاف عليهم. وصل الرحم حق يعني أهله، فهم أتوقع هذه كانت يعني أحسن طريقة إنه يتعلمون فيها يعني، وبنفس الوقت إنه يعني واحد يحث العيال يحث الأحفاد إنه يزورون أعمامهم خوالهم يعيدون عليهم، يعني يبي لهم شوية دفعة. بس هم الحين أنا أشوف وقتهم كله مصبوب على 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 الأجهزة هذه كلها، يعني حتى يعني عندي حفيدة في البيت الحين عمرها 2 أخت السالمة تقريبا، خلاص إذا ما أعطي أول ما أدش البيت تقول وين فوني، صار تواصل وصلة الرحم كله بالتليفون، يعني اتصالات ومسجات وبالواتساب، يعني كثرت أكيد يعني بعد فترة. بداية مشاهدينا شفنا هالفقرة الجميلة، نقدر نقول فقرة دسمة مهمة جدا، واللي هي تتكلم عن صلة الرحم بالذات، احنا يعني خصوصا في أجواء كورونا بدور انت شايفة، يعني نبي رايك بهالموضوع. صلة الرحم نقدر نقول صارت فيها قلة من ناحية الحضور في الزوارات لسبب كورونا، صار أكثر شيء طريق الواتساب عبر وسائل التكنولوجيا نقدر نقول بالهواتف. نعم. فشنو رايك بهالموضوع؟ يعني انا من رايي نحاول على كثر ما نقدر يعني نتطلب ان احنا نلتزم في الاشتراطات الصحيه، وايضا نلتزم ان
الأقل يعني بالويكند نقدر نقول نزاور شوي. نعم أكيد بلا شك، يعني ممكن فترة جائحة كورونا ما زالت طبعا موجودة مشاهدين الأعزاء، مثل ما أنتم عارفين ممكن فعلا ساهمت في تقليل الزوارات وكذلك تقليل المناسبات أيضا، خاصة أن كثرة الاحتكاك ممكن تؤدي في الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى من شخص إلى آخر. إلا أن هناك فوائد عديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن إيجابياتها هو أن إحنا أصبحنا نقدر نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تواصلنا مع أقربائنا، ونقدر من خلالها طبعا نصل صلة رحمنا. أيضا هناك طرق عديدة ممكن أن إحنا نستخدم صلة الرحم فيها، وأساليب عديدة من ضمنها طبعا زيارة المرضى، وأيضا نقدر كذلك مشاركة الأفراح والأحزان. لكن نظل نقول إن شاء الله فترة وتعدي مشاهدينا الأعزاء وترجع الحياة كما كانت إذا تقيتوا بالإشتراطات الصحية، وأيضا إذا التزمتوا وأخذتوا لقاح فيروس كورونا. صحيح. لذلك إحنا دائما ما نقول وننصح السادة المشاهدين وننصحكم مشاهدينا أن تتسرعون وتذهبون إلى أقرب وقت ممكن لكي تأخذون اللقاح، والله يشافيكم ويعافيكم وترجع الحياة كما كانت وأجمل من السابق بإذن الله. أكيد بإذن الله، والله يحفظنا من هالوباء، وإن شاء الله خصوصا في الفترة الآونة الأخيرة نقدر نقول صار في قانون صارم على موضوع أن كل واحد لازم يأخذ التطعيم، فالأفضلية أن خلاص كلنا نتعاون ونروح نقدم على المواعيد وننتظر الموعد، وهم نكون بوضعية السيفتي بالاشتراطات الصحية إلى أن نتواجد في هذا الموعد ونطعم إن شاء الله. وبالنسبة حق نقدر نقول صلة الرحم أيضا، نرجع لهذا الموضوع، نقلل من إمكانيات الحضور في هذه الفترة عشان نحافظ على المرضى، نحافظ على أيضا أهلنا على كثر ما نقدر نتواجد في البيت. ولابد أن إحنا نلتزم في الاشتراطات الصحية من ناحية الكمام، من ناحية التعقيم، ونقدر نطلع في وقت فقط للوقت اللي إحنا نحتاجه لا أكثر ولا أقل. يعني إذا في أوقات إحنا مو محتاج أن إحنا نطلع، فلا بد أن نتواجد في البيت، هذا الأفضل. إحنا دائما وأبدا نتمنى لكم السلامة والله يحفظكم من كل شر مشاهدينا الأعزاء. نطلع معنا فقرة، هي فقرة القانونية مع الأستاذة حنان، ومن ثم أكيد راجعين لكم ومع مساحة حوارية مختلفة وجميلة، ومثل ما قلنا مع أحد أبطال الكويت لرياضة الملاكمة. حياة البشرية في نهج خاص، ودائما لحياة البشرية روح معينة. روح الحياة البشرية متمثلة في القانون، فمن كان على دراية كاملة بالقانون من حقوقه والتزاماته وواجباته، هني عندنا بثينا روح الحياة في الفرد ذاته. والمجتمع لن يستقيم أبدا ما دام هناك خلل في هذا القانون، فمتى ما استشرت ومتى ما تم تطبيق القانون بشكل سليم، أمنا لهذا المجتمع حياة سليمة كاملة ومجتمع راقي. للابتزاز أنواع كثيرة، وللابتزاز أشكال كثيرة. نبي نركز على ابتزاز قد يفيد فئة الشباب، ألا وهو الابتزاز العاطفي. إحنا اليوم عندنا مجال وفقا للتطور الناشئ في المجتمع، انتشار السوشيال ميديا، انتشار المواقع، انتشار المواقع الإلكترونية التي قد تساعد على قد تكون صداقات، قد تكون تكوين علاقات. إحنا شلون نقدر نحفظ حقنا؟ أنا كشاب أو كشابة أحفظ حقي من أي نوع ابتزاز قد أتعرض له. من البداية إحنا نقدر نقول قد يتبادر إلى الأذهان أن الابتزاز قد يقع على فئة الفتيات فقط، وأنا أقول لكم من هذا المنطلق وفقا لخبرتنا في المحاكم، لا، الابتزاز قد يكون الشاب متعرض له أو يتعرض له بنسبة كبيرة أكثر من الفتيات نفسهم. الابتزاز العاطفي يكون ويبدأ
بعلاقة ممكن تكون علاقة عمل، ممكن تكون علاقة صداقة، ممكن تكون علاقة، إلا أن هذا الابتزاز قد أن هذه العلاقة قد تتطور، وهذا التطور يدخل معها نوع من أنواع الجشع، كأن يكون هناك استقلال للأموال أو يكون هناك استقلال لمناصب معينة قد يعني يتميز فيها أحد الطرفين. إذا دشينا في دائرة الابتزاز، كأن يكون هناك مبلغ معين تدفعين لي أو تدفع لي مبلغ معين عشان أنا لا أتعرض لك. في عندنا حل وفقا لوزارة الداخلية، وأوجه لهم شكر خاص، إن وضعوا إدارة تتعامل لهذه المواضيع بكل سرية. أي شاب أو أي شابة تتعرض لهذا الابتزاز أو يتعرض لهذا الابتزاز أيا كان نوعه، لا تخلون الخوف يسيطر عليكم. إحنا في 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 دولة قانون، دولة القانون هذه وضعت لكم إدارة خاصة في الجنائية تتعامل مع هذه البلاغات بكل سرية. السرية هذه من خلال الاحتفاظ بأساميكم الشخصية، بمستنداتكم، بأرقامكم المدنية. ما في أحد يقدر يطلع على هذه الشكوى إلا صاحب الشكوى ذاته أو الشخص المتلقي لهذه الشكوى واللي راح يباشر فيها التحقيق. من ميزة هذه الإدارة إنها تتعامل مع هذه الشكاوى بكل سرية، وهذا طبعاً يحفظ المجتمع من الاهتزاز، يحفظ سمعة الطرفين، يكون هناك مساحة أمان، إن بحيث إن أنا لما أكون شخص قد أكون ضحية وقد أكون في دائرة ما أقدر يعني أصرح بأن أنا واقعة في هذه الدائرة ماني قادر أطلع منها. هذه الإدارة وهذه الشكوى قد تتعامل وبكل سرية مع هذه الحالة، ويتم حل الموضوع من خلال استدعاء الشخص المتهم والمباشرة بالبدء معه بالتحقيقات، ويكون هناك عندهم وسائل للضغط على هذا المتهم أو المتهمة بحيث إنه يعني يحاولون يحلون الموضوع بشكل قانوني سليم بدون أي تعرض وبدون أي ضرر لأي طرف من الأطراف. الابتزازات قد ترتقي من عاطفي إلى إلكتروني، وقد تكون ابتزاز يعني خليط من الابتزاز العاطفي الإلكتروني. قد يكون هناك علاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال برامج معينة، قد يكون الطرفين ما هم ملتقين ببعض ولكن من خلال البرنامج هي تعرف هذا الشاب أو هذا الشاب يعرفها، يقوم بالطرق الاحتيالية ويقوم بمباشرة الابتزاز، ممكن يبديها في موضوع شراء أسهم، حولي لي مبلغ أشتري لك أسهم في ربحية معينة، في بداية الموضوع يتم تحويل لها ربح معين أو يتم تحويل له ربح معين، يعطي مساحة اطمئنان لهذا الشخص أن أنا مثلا دفعت 200 دينار رد لي 2000 دينار من خلال التداول مثلا بالأسهم الإلكترونية وهذا المجال. بعد عمليتين أو ثلاث عمليات يتفاجأ أحد الأطراف بأن هناك اتصال من 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 رقم دولي يدعون أنهم أصحاب هذا التداول وأصحاب هذه الشركة ويطلبون مبالغ كبيرة. في واقع الأمر تكون شركة وهمية، تكون هذه الاتصالات لأشخاص غير معروفين، قد يكونون عصابة يقومون بهذا الابتزاز، وبالتالي الابتزاز قد لا يقتصر على شخص واحد. الشخص المتهم قد تكون شبكة كاملة متعاونين مع بعضهم يبتزون، وبالتالي احنا نحاول كثر ما نقدر مثل ما ذكرت لكم
نتجنب الخوف ونسلك الطريق القانوني السليم، نستشير أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، نكتب شكوى تكون تفصيلية، ونحتفظ بأي رقم قد يرد على مثلا على التلفون أو قد يرد بأي برنامج أو أي مسج قد يصل لي، واحتفظ بهذا كله وأقدم الشكوى في الإدارة المختصة، وهم راح يأخذون ويقومون بالواجب بالكامل. فعلا موضوع في غاية الأهمية، فكل الشكر للأستاذة حنان العنزي على هذه النصائح اللي إن شاء الله فادت شريحة كبيرة من الفتيات والأسر اللي ممكن تعرضت إلى هذه المواقف. مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا طبعا أن يتواجد معنا أحد أبطال الكويت، وتعتبر طبعا رياضة الملاكمة من الرياضات العريقة التي يعود تاريخها إلى عصور الحضارة البشرية القديمة. تحظى هذه الرياضة في شعبية كبيرة في مجتمع الفنون القتالية الرياضية. اليوم في برنامج شباب قول وفعل يسعدنا أن نستضيف بطل كويتي استطاع من خلال هذه اللعبة أن يحقق الكثير من الإنجازات باسمه، رافعاً علم الكويت في شتى المحافل الدولية. هو اللاعب فلاح المطيري، لاعب في لعبة الملاكمة. حقق المطيري الكثير من البطولات الداخلية والخارجية، ومن ضمن هذه الإنجازات حقق المركز الأول وحزام البطولة على غريمه الروسي في الجولة الثالثة بالضربة القاضية. طبعا نسمع كثيرا عن الألعاب القتالية الشرسة وبسبب تكتيكاتها وأوضاعها القتالية وكسب ألفاظ نقدر نقول فيها يحتاج إلى الحركة السريعة ومباغتة الخصم، يعني ضد الخصم. واليوم في الكويت لنا في هذه الألعاب أبطال كبار يحسب لهم ألف حساب في البطولات العالمية، وتم تحقيق بطولات العالم فيها أيضا وفي أوزان معينة. اسمحوا لي مشاهدينا الأعزاء أن أرحب في ضيفنا فلاح المطيري. حياك الله كابتن، ويسعد لي أوقاتك، سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج شباب قول وفعل. وشي مسيكم بالخير، مس المشاهدين، إن شاء الله أطلع ضيف خفيف عليكم، وطبعا برنامجكم معروف، دائما تدعمون حق الشباب. الله يسلمك. الله يسلمك، نورتنا اليوم ويعطيك العافية، لأن دائما أنت ترفع علم الكويت وفخورين إحنا بهالشيء. اليوم ما نبي نتكلم عن بداياتك باللعبة، يعني نبيك تكلمنا عن الإنجازات اللي حققتها في هذه اللعبة وأبرزها بعد، والدولة اللي سافرت لها ورجعت منها بالميداليات الملونة الجميلة. والله أول شيء بالبداية رحت بطولة دبي سنة 2017، كانت بطولة، كان اتصال شخص قال لي فلاح في بطولة بدبي تروح، تحب تروح تشارك؟ قلت ما عندي مانع، حاضر هيا شارك. رحت شاركت فيها، فزت فيها ميدالية وفزت فيها حزام بطولة احتراف. نعم كابتن، هذا ما أثر عليكم في جائحة كورونا، خاصة أن يعني هناك الكثير من الرياضات تم ممكن تأجيلها، تأجيل بطولاتها، التأخير غير المقصود للأمانة بسبب الظروف الاستثنائية اللي تعيش فيها البلاد. اليوم إذا بتكلم عن رياضة الملاكمة، هل أثرت عليها جائحة كورونا؟ والله أثرت وايد الصراحة. شلون؟ يعني بالسنة هذه المفروض أستطيع أنا الحين بلعب تقريبا بطولتين أو ثلاث بطولات كلهم وقفوا بسبب كورونا. نعم يعني من متى نبي نشارك، نبي نروح، نبي نسافر، نرفع علم الكويت، يعني قاعد ندرب احنا يوميا، يعني حتى برمضان فتره طافت برمضان نتمرن الصبح، يعني الجو حار. جميل. صيام ساعتين تمرين قاعد نتعب. نعم يعني ننطر الشيء هذا، متى احنا نسمع اي شيء في بطوله نروح نشارك على طول. يعطيك العافيه ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم باذن الله، والقادم اجمل ان شاء الله. طبعا الكويت وصلت الى العالميه، هذا شيء وايد حلو، خصوصا في هذه اللعبه يحسب لها ألف حساب في البطولات العالميه، وانت عارف هالشيء. قول لنا شلون قدرت يعني انك توصل لهذه يعني لهذا المستوى، خاصه انك شاركت في بطولات خارجيه، يعني ما لقيت صعوبه لما توقف قدام امكانيات كبيره لهم همتهم وخبرتهم في هذه البطولات؟ والله شوف بالاساس ما اقول لك اني انا بالاساس اني انا اروح منك اشارك اني انا ما اخاف، بلا بالعكس، يعني مو خوف انه لازم أعدي صح، بس شنو اللي صار اني كنت اروح العب احتكاكات وايد، ملتزم بالتمرين، اهم شيء اني العب احتكاك واروح اتمرن ملتزم بالتمرين، خلاص
واثق من نفسي يلعب مع اي شخص ثاني سواء قوي ولا ضعيف. بس بيني وبينكم انا عندي لاعب القديم البطل ولا عندي لاعب الجديد. الجديد يخوف، اخاف منه، انا ما اعرف عنه شيء. منو هذا؟ لاعب القديم اللي متواصل عنده انجازات، هذا اي هذا اللي ما اخاف منه. نعم يظل اللي عنده امكانيات ممكن يضيف لك في يعني يصقل موهبتك، ممكن كذلك يعلمك طرق جديده قد يكون حضرتك ما تسلكها وموجودة هالمهارات عنده، فبالتالي تكتسب فعلا بعض المهارات. كلمني كابتن، إذا كان هناك هذه في هذه الرياضة اهتمام كبير على مستوى الخليج، أو أن دولة الكويت تعتبر سباقة في هذه الرياضة؟ والله بالكويت لا، فيها اهتمام كتدريب ككل شيء، بس ما فيها دعم. نعم. للأسف الشديد ما فيها دعم، يعني كلنا نسافر لحسابنا الشخصي، ما في ولا أي شيء. أنا أحجز تذكرة، أنا أحجز فندق، انا اروح ساعات اروح ادفع فلوس حق معسكر، اروح اتمرن. بس الحمد لله الشيء هذا سويته، الحمد لله اني اطلع فيه افوز فيه الاول، المركز الاول. علم الكويت اهم شيء اني ارفعه فوق، اني انا كويتي وافتخر اني انا كويتي. الحمد لله، وان شاء الله رسالتك توصل، وان شاء الله تكون الكويت دائما داعم للطاقات الشبابيه. ما شاء الله عندنا وايد طاقات شبابيه. يعني بالنسبه حق اللعبه هذه، يعني هل انت مارست العاب قتاليه اخرى وحققت فيها انجازات غير هذه اللعبه؟ والله بدايتي ملاكمه، رحت للكيك بوكس ولعبت الموتاي ولعبت لعبه الام ام اي. طبعا لعبه الام ام اي تعرفون لعبه القفص هذه. نعم. هذه يعني فيها قشمر، هذه شراسة. شراسة شراسة، يعني حتى الجلافز نلبسها مو نفس الجلافز نفس الكيك بوكس ونفس الملاكمة. الجلافز هذا يعني باندج تلبسين فوق على طول، يعني كذي إيدك تبين كذي، وعنف وطق. يعني بس أنا ما أنصح أي أحد من لعبة الـ MMA، لعبة عنيفة وايد. فيها سببت ناس عاهات مستديمة. أما الملاكمة والكيك بوكس سيفتي. مع أن في بعض الرياضيين كابتن، يعني كلامك على متمة، لأنهم يقولون إذا مارست رياضة الملاكمة وهي تعتبر طبعا من الرياضات النبيلة، فإذا مارستها وفقا قواعد وقوانين معينة ممكن أنها تخليك تتجنب الإصابة وإصابات بليغة لا سمح الله. هذا على حد علمي في من خلال طبعا استضافتنا لبعض الضيوف الكرام اللي نورونا بصراحة في برنامج شوق وفعل. ولا عليك قصور كابتن. كابتن اللي أعرفه حضرتك بداياتك كانت في نادي القادسية، وحاليا اشوفك لابس جاكيت العربي وجماهير القلعه الخضراء لا يستهان فيهم، خاصه ان احنا يعني الكثير من مشاهدينا هم من جماهير النادي العربي. النادي العربي الصراحه نادي كبير ونادي يهتم وفي اهتمام، يعني مدير صاحب النادي عبد العزيز عاشور يعني ما شاء الله عليه، الكل يمدح فيه وانا شخصيا شفته، الريال يدعم ويسوي، بس يقول انجزوا تاخذون اللي تبونه. انجزوا واعطيكم اللي تبونه، هذا هو. بس عندنا هنا شويه يعني عندنا الاوضاع يعني شويه، يعني عندنا توقيت ايام كورونا، يعني كان في ايام فتره طافت كان في توقيت، يعني كان حظر كلي، توقيت ما يمدينا نتمرن وجو حار. يعني ان شاء الله النادي العربي انه ما راح يقصر، ويعطيه العافيه الكابتن صاحب النادي عبد العزيز عاشور على وقفته ويانا على جميع اللعبات مو بس الملاكمه. يعطيه الصحه والعافيه. نادي القادسيه ما اكتسبت منه خبره معينه؟ اكيد بداياتك لها دور كبير في صقل موهبتك. نادي القادسيه انا هذا بيتي الاول. يعني انا اعتز فيه نادي القادسيه، مدربيني وربعي اللي هناك اعتز فيهم حيل، انا تاسست فيه هناك. هذه يعني هذه بدايتي بالقادسيه. بس يعني كان في اسباب اني طلعت من عندهم، يعني السبب ان ربعي اللي القدامى كلهم راحوا طلعوا، طلعت وراهم انا، يعني انا شو قاعد بروحي هذا. بالعكس نادي القادسيه زين، بس في ظروف ما سمحت لنا. انا عندي بالنادي العربي، نادي العربي يعني ما شاء الله عليه، يعني نادي زين نادي العربي، نادي كبير ويهتمون مو بس بالكره القدم ولا كره سله ولا كره يد ولا كره طائره، لا يهتمون بجميع اللعبات. طبعا اكيد ما نختلف دائما النوادي يعني ما يقصرون ويعطيهم العافيه. نرجع لمحور موضوعنا بالنسبه حق الملاكمه، الحين خلينا نتكلم عن الملاكمه شوي. يعني انا اللي اعرف الملاكمه انت قلت فيها شراسه، فيها صعوبه ويبي لها تركيز، وين تصوب مثلا ايدك، في حتى في من بعض الممارسات تضرب بالكوع بعد، يعني كل ممارسه تمارسها لها مهجتها بصوب. بس شلون تعدي مرحلة الإصابات البالغة، خصوصا في انت مساعقب شنو قلت انه يمكن تكون إصابة دائمة، شلون ان انت توخر عن الإصابة دائمة، او مثلا في إصابات تقعدك يمكن أشهر طويلة، ف
فكلمنا عن هالموضوع، يعني شق العيون اللي قلت لي عنه او البوكس اللي على الوجه. والله شوفي، من لعبه الملاكمه فيها النوعين، فيها الهواة وفيها المحترفين. المحترفين شراسه، الهواة فيها سيفتي، يعني اللاعب الحين لو تنشق عنه نزف، الدكتور يصعد يشوف اللاعب، لا وقف المباراه، نزيف اصابته شايده ما ينفع يلعب، خلاص وقف المباراه. المحترفين لو شنو كمل، دم العب العب عادي. زين، واقوى ضربه حاشتك؟ اقوى ضربه حاشتني واحد نطحني براسه، قاعد اشترك وياه بالالتحام، نطحني براسه، قلت انا هني سكت، انا بس شنو اللي خفت منه؟ خاف الحكم يوقف المباراه على اساس اصابتي، بس اشوى يعني مع الفازلين شويه اقل من 30 ثانيه ولو شويه دم وقف. كملت والحمد لله فزت. بعدين هو يالي اللاعب، انا اسف مو كان قصدي، رقيتك الحين وين؟ الحين تحت فوق، خلاص انسى اللي صار. وارد كابتن، وارد هذه الاصابات خاصه في ممارسه الرياضه، لكن دائما ما يعني نتمنى ان يكون هناك اسعافات اوليه ويعني معالجه مباشره من خلال الطاقم الطبي اللي يكون متوفر في هذه الرياضه او حتى غيرها. كابتن فلاح المطيري، اذا بقول لك من هو الداعم الرئيسي لحضرتك في هذه الرياضه، شنو تقدر تقول لي؟ والله داعم رئيسي هنا بعيني، يعني مثلا وين يعني في رياضتك بشكل عام؟ يعني اللي احبها حيل، احب الملاكمه انا بالاساس. نعم. يعني ملاكمه، شو ما العب ملاكمه، لعبت كيك بوكس، لعبت ام ام اي، لعبت موتاي، لعبت كونفو. نعم. خذيت فيهم خبره كلها. في واحد يقول لي من ربعي انت ليش تلعب كل الالعاب هذه؟ استفيد خبره، استفيد مني ومني ومني. اوكي ملاكمه قعدت فيها فتره طويله، لعبت عرفت قانونها عرفتها، بس اصعب لعبه كفنيات صراحه ملاكمه. يعني ساندت نفسك بنفسك، ما في احد شد على ايدك خلاك تمارس هذه الرياضة وتصقل موهبتك؟ والله أشكر رفيجي وأخوي محمد بدستور، هو اللي شافني قال لي دش الملاكمة. نعم. يعطيه الصحة والعافية، مسي عليه محمد أخوي محمد بدستور، يعطيه الصحة والعافية. هو اللي قال لي تعال دش ملاكمة، وهو اللي خلاني أروح المجال هذا ودشيت المجال هذا، يعطيه الألف عافية. وأعطيه العافية كابتن مدربين هنا اللي دربوني، كابتن محمد صالح المرموري، كابتن سامي أبو خليل، كابتن ديفيد هذا جورجي الحين ماسكني بتدريب، جورجي جورجين ما شاء الله عليهم، تابع الاتحاد السوفيتي، يعني تدريبهم وشغلهم. نعم. يعني طلعونك لاعب صح. حضرتك كذلك يعني شاركت تبع في بطولات تبع الاتحاد السوفيتي، كلمنا عنها كابتن، يعني وصلت الى العالميه ما شاء الله، ونقدر نقول انك يعني بطل من ابطال العالم ان شاء الله. هذه السنه طافت كانت قبل ازمه كورونا بشهر، نعم اسبوعين شهر كذي، كنت ببيلاروسيا. نعم. كان برد وثلج. طبعا يا لي اتصال جورجيا، فلاح في بطوله بجورجيا تي تشارك؟ ما عندي مانع. شو انت ايش عندك ببيلاروس؟ انا كنت معسكر، انت بعد ثلاث ايام برجع الكويت. يقول لا لا تعال جورجيا، يقول ترى تذكرتك موجوده، استلمها بالمطار وتعال. رحت جورجيا، انا الوحيد كويتي، انا الوحيد عربي بالبطوله، انا الوحيد عربي يا جماعه. هذا شيء مميز. توتر توتر، جايين جورجيين، جايين من دوله ارمينيا، جايين ايران، جايين روس، جايين بيلاروسيا كذا لاعب مشارك، بس انا ما اعرفهم مثلا منهم، من بيلاروسيا كبيره. نعم. روسيين موجودين، جورجيا موجودين، اذربيجان موجودين، ارمينيا موجودين، ايرانيين موجودين، ومنتخب اتراك موجودين. حلو. انا الوحيد عربي قاعد كذي. هذا فخر. انا الوحيد عربي، يقولوا لي انت من جيت؟ انت شلون يعني هذا؟ جيت انا بلعب مع لاعب اذربيجاني. نعم. كانت البطوله اللي يفوز ياخذ حزام البطوله. جيت وزنت لبلعب مع اللاعب، قالوا هذا فلاح وهذا اللاعب اذربيجان راح تلعب معه. اوكي سلمت عليه وسلم علي عادي. صار وقت اللعب، باللعب الولد مو موجود، اختفى اختفى، مو ما له ظهور. يقول فلاح الحين تصعد الحلبه نعطيك تكريمك وتمشي. ليش ما راح العب؟ يقول لا اللاعب مو موجود، مو راضي، مو ما وينه. ليش خايف منك كابتن؟ الله اعلم. انا ما اقول انا وانا انا، بس ما ادري شنو صار ظروفه يعني، وين راح الله اعلم، ما راح ما ادري. كرموني خذوا الحزام، طبعا كانت كم يعني في ناس ما شاء الله عليهم، يعني وايد ناس صوروا وياي. شو انت شايف شايب روحك؟ وين مدربك؟ انا بدون مدرب ولا اي شيء. يقولوا لي والله انت شنو ما تخاف؟ ايش حق اخاف؟ انا لاعب حالي حاله، بس لازم معك مدرب. عادي مو معي مدرب. وهذه استانست عليها بطوله جورجيا، بس لما رجعت اشوني، رجعت قبل يتسكر المطار بشوي، رجعت هني يعني رجعت قلت اشوه قبل يتسكر المطار، واستانست هني يعني بهذا بطوله جورجيا. اعطوني كاس واعطوني حزام،
بالمطار الكويت طبعا وايد ناس يولي شو البطوله هذه؟ قلت بطوله كذي كذي، وايد ناس صوروا وياي، وانا يعني ما سعيد، انا اهم شيء عندي كسب الناس والله، اكيد محبه طبعًا. الناس خير اكيد طبعا، هذا هو. يعطيك العافيه، بالتوفيق دائما ان شاء الله. نبي نعرف اكثر بالنسبه حق لعبه البوكسينج، يعني انا والمشاهدين نبي كلمه تعريفيه كامله عن هاللعبه بالذات، وشنو اول دوره اول دوله سافرت لها عشان تسوي البطولة؟ أول مشاركة لي كانت سنة 2001، كانت بطولة بسوريا، بطولة عربية. أي. لعبت مع لاعب يعني كانت تقريبا 12 دولة عربية مشاركة وعشر دول عربية. بدايتي لعبت مع لاعب السوداني فزت عليه، والمباراة النهائية لعب مع لاعب السوري. أنا ما شفت المباراة، لما أنا شفت نفسي أنا فايز، بس اللاعب ديرته لازم شوية فوزونا. خلص بطولة هذه بفترة، رحت بطولة إيران. إيران هناك طبعا خبرة، المنتخب الأوزبكي موجود. المنتخب الأوزبكي من حين الحين الأوزبكين الأوائل أبطال ملاكمة الأوائل على مستوى العالم. رحت أنا لعبت معي أو شيء، لعبت شنو المشكلة؟ الإيرانيين داشين مو فريق واحد، داشين ثلاثة فرقة منتخب ومشاركين ناديين، هي الدولة مسوي الطريقة هذه. أول شيء لعبت مع لاعب إيراني فزت عليه، هذا تمهيدي، هذا يعني قبل النهائي، خلصت قبل النهائي. النهائي قالوا مع لاعب إيراني، شو السالفة؟ إيراني وإيراني شلون كذي؟ مع الإيراني مباراة كانت يعني ها متكافئة، يعني على آخر شيء أنا لياقة على آخر 20 ثانية لياقتي ما سمحت لي، وقفت أنا بس أسكر وقاعد أستقبل ضربات. الحمد لله خلص، بس أهم شيء شنو؟ لما صح إني خسرت، بس كافي إني أنا نزلت، كان عمري وقتها 17 سنة. واللاعب اللي قاعد العب معاه عمره تقريبا 28 27 سنه، يعني بينه وبينه وهو لاعب قديم وخبره. يعني انا خسرت بينه وبينه نقطتين. نعم، شيء وايد حلو ترى، نقطتين خسرت معاه. نعم، كافي ان الجمهور لما نزلت صفق لي، هذا كافي. نعم، يعني وهذا كذلك يصقل من موهبتك نفس ما قلنا في بدايه الحوار كابتن. هناك لقاء صحفي لحضرتك في جريده الانباء تتكلم بالتحديد عن اللاعب السعودي في رياضة الملاكمة. إيش معنى اخترت اللاعب السعودي؟ شنو يتميز فيه اللاعب السعودي في المنافسة من خلال رياضة الملاكمة؟ اللاعب السعودي اللي لعبت معه، نعم. لاعب سعودي هذا عمري ما شفته بحياتي يتحمل. يعني أنا طلعت اللي عندي كله وهو يطالعني كذي ويضحك. أقول أنت شو السالفة؟ لما خلصنا المباراة قلت له، ولا هو طلع، هو بالأساس الحين ما شاء الله عليه دكتور، دكتور هو الحين. كان بقوات الخاصة ودش كذا شغلة، بقوات الخاصة ودش بالجيش ودش طريقة مثل عندنا هنا مغاوير ما مغاوير، الريال صار يتحمل. يعني وزنه 160 كيلو، بعشت من أكثر من كذا. نعم، اللي تقصد أنه ما عنده ردود أفعال كابتن، متحمل يتحمل. ما شاء الله متحمل، وزنه 160، أنا وزني كم؟ أنا وزني 97 98. يعني شوف الفرق بينه وبينه. هو لابد أن أنت تصادف يعني كذي من المنافسات الصعبة والجميلة، بالعكس تكتسب خبرة نقدر نقول أكثر يعني حق نفسك للأمام إن شاء الله. وهم أنا سمعت خبرية معينة بالنسبة حق اللاعب الروسي، كلمنا عن اللاعب الروسي، يعني الصعوبة اللي واجهتها، وأنت تعرف يعني ما شاء الله الروس يلعبون بشراسة كبيرة. والله اللاعب الروسي هو بالأساس مدرب، هو ببحرين. هو وزنه مو نفس وزني بالأساس يعني، بس هو وزنه أقل، يعني هو وزن مفتوح. بس هو أنا أثقل منه، وزني أكثر منه. هو وزنه تقريبا 93 ما 92، هو بيلعب مفتوح، وأنا وزني بالأساس كان وقتها 100 101 وزني، يعني أنا أثقل منه بشوي. وهو بالأساس مو هذا وزنه، كان هو مسك تدريب قاطع التدريب. لعبت معك يقول لي ترى هذا روسي بتلعب معه، خير طير مو خايف، ليش أخاف؟ بيذبحني هو؟ ما راح يذبحني، بلعب معه. لعبت معه، الكابتن كان معي كابتن حسن، وعلى فكرة كنت رايح بروحي شفته هناك صدفة، وقف معي يقول فلاح اللي دربته اللي سويته سوى، بس يقول لي لا تعطيه مجال، لا تعطيه مجال، هذا الشخص إذا أعطيته مجال. لعبت معه ما اعطيته مجال، انا حسيت حصلت طقه واحده من عنده، اعطاني كوع طمر، هو اعطاني هني، وهو اعطاني هني، انا ما ادري شنو كني، اقول لي شنو صار الصبح ولا ما ادري والله ما الدنيا ولا لا صار الصبح، اقول يا ربي صار الصبح، يعني طقه جت لي مني، جت لي مني.
نعم. بس اشوي اني انا يعني خلاص يعني شوي شوي على ثاني ثلاث ثواني اربع ثواني استوعبت شويه ولعبت معه. اعطيته ضربه الباي كيك بالمعده طاح هوني طاح معانا وخرت ولا الحكم يقول لي خلاص وقف المباراه. انا هني فزت وبالعكس استانست هني ويعني شيء مو على اساس اني انا يعني فزت على اللاعب الروسي لا هو حاله من حالي لاعب بس انا ليش ان هذا تعبي ما راح انا كنت ثلاث شهور ونص قاعد اتجهز تدريبي كان وين كان تدريبي كان بالشمس اصعب شيء بعد وعلى قبل الفتره هذه كم مره طحت مريض بسبب الشمس كابتن نقدر من خلال برنامج شباب قول وفعل نقول اي بطوله شاركت فيها على مستوى الخليج كانت الافضل والاقوى لكابتن فلاح المطيري بطولة الخليج اللي شاركتها كانت بدبي نعم كانت لعبت مع لاعب اماراتي ولعبت مع لاعب سعودي على النهائي اللي قلت لكم عنه هذه اللي كانت اللي بطوله الخليج هذه اللي كانت حلوه هذه اللي استانست فيها وايد وبطوله كانت منظمه حلوه مسوينها طبعا دبي وبحرين الحين قاعد ينظمون لك بطولات يعني على مستوى الخليج كأنك رايحه بطوله العالم تنظيمهم وايد حلو يعني شغلهم مرتب شغلهم كأنك انت داشه يعني اللاعب يدش يحس براحه نفسيه بالمكان اللي فيه والجمهور طبعا فل الجمهور الجمهور كله فل كابتن هل هناك استحقاقات قادمة لرياضة الملاكمة ومشاركات نشوفك فيها في المستقبل؟ والله إن شاء الله الفترة هذه أنا قاعد أسمع إن في بطولات بس أنا لازم أتأكد راح يصير تأجيل ولا ما راح يصير تأجيل يعني أنا الحين بفترة طافت هاي قبل أسبوعين مفروض في بطولة ببحرين أروح بس الحين أوضاع بحرين ما تسمح إيه صارت ما تسمح ما قدرت أروح وأجلوها قالوا خليها شهر 9 شهر 10 فعلا مو مشكلة إن شاء الله بعدين أنا قاعد أسمع فيه بهولندا فيه بدولة هولندا العاصمة بأمستردام هذا اللي سمعته بس أنا قلت لهم يا جماعة في تأجيل ولا ما في تأجيل خلنا أتأكد بالتأكيد أي بتأكد ما بيصير تأجيل أجهز وي وأحجز ويقولوا لي لا ما في هذا اللي أنا قاعد ناطر هذا اللي خايف منه أي لا إن شاء الله يا رب الله يحفظنا من هالوباء وإن شاء الله الأمور ترجع مثل ما سبق وأفضل إن شاء الله خلنا نتكلم بالنسبة حق الأعصاب أنت يعني عارف اللعبة هذه بالذات تأثر على الأعصاب تخلي الواحد عصبي يتنرفز بسرعة خصوصاً أنها لعبة شرسة قتالية تماماً فإذا مثلاً نقدر نقول طلعت مكان مجمع بالشارع لابد بحياتنا بشكل عام نتفاجأ أن في لحظة كذي تصير فينا حالة أعصاب من شخص أو مثلاً سكت سيارة أحد نام علي بالسيارة وكذي فشلون أنت تهدي نفسك خصوصاً أن أنت أنا قاعد أتكلم معاك بهالطريقة لأن أنت لاعب كابتن رياضي في هذه اللعبة القتالية فشلون أنت تتوازن تمسك أعصابك أمسك أعصابي يعني حاول أطول بالي يعني على حسب الموقف قدامي أنا ساعات ما أقولك أني أنا ما أعصب لا بلا أعصب بس أخاف أني أمد إيدي عليه أي. أخاف أني أنا أخاف عليه أهوى أنا عادي أنا لاعب في القتالية يعني هذا الشخص اللي راح أتهاوش معه راح ينظر أي. أنا ساعات حوشني ردة فعل بس أمسك نفسي أقول لا ما بيني أضره وما بيني أسوي شيء وأنا أوخر عنه بس بالعكس الرياضة هذه هدتني كأعصاب معناها قتالية أي معناها أي قتالية هدتني أعصاب يعني أطلع من النادي أروح البيت أكفي خير شري من الناس غالبا كابتن أغلب الرياضيين يقولون هالكلام إن ممارسة الرياضة تزيد من التوازن النفسي فتخليك هادئ أكثر ومنسجم مع نفسك أكثر بحيث أنك ممكن أنك تخاف أنك تأذي أحد لأن عارف إمكانياتك وقدراتك الجسمانية كابتن طبعا مثل ما أنت عارف إحنا برنامجنا برنامج اسمه شباب قول وفعل دائما ما يدعم الطاقات الشبابية الواعدة ودائما ما يهمنا أن نوجه رسائل لشبابنا الواعد اللي إن شاء الله ونفتخر فيه أنه رفع اسم بلاده عالي في شتى المجالات للأمانة وليس فقط الموضوع محصور على الرياضة اليوم إذا بقول لك رسالة توجهها للشباب اللي حاب يمارس رياضة الملاكمة شنو نقدر نقول له؟ والله بالعكس عنده طاقة هذا النادي مفتوح النادي العربي مفتوح اللي بيه حيا الله نستقبل مراحل سنية نستقبل ناشئين نستقبل أشبال نستقبل الصغار الحين من 2009 ل 2014 قاعد يستقبلون يعني يا ريت ان اي احد عنده موهبه بدل يروح يكسر في البيت ولا يطق اي احد في البيت ولا يسوي مشاكل بالشارع تعالي بطلع طاقتك طلع موهبتك بالنادي حقك انت احسن لك يمكن مع الايام بالمستقبل تصير انك بطل تصير انك مشهور بس ناس يعني ناس تعرفك بعدين بس هم ربعنا الحين كل واحد يقول على بي النادي ها يدعموني يعطوني احتراف ولا ما يعطوني احتراف يفكر لا انت فكر بشيء ثاني اكيد تسوي انجز بعدين نفكر بالشيء هذا بإذن الله إن شاء الله وهذه الفكرة اللي أنت أبديتها للمشاهدين
فكرة جدا جميلة حق الطاقات الشبابية إن شاء الله لقدام. ويعطيك العافية نورتنا اليوم. كانت حلقة مميزة بالنسبة حق الفنون القتالية نقدر نقول، وقواك الله ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في بطولات وميداليات ملونة جميلة إن شاء الله، ما قصرت. حياك الله كابتن فلاح المطيري، بطل من أبطال الكويت في رياضة الملاكمة. يسعدنا دائما أن تتواجد معنا هذه الطاقات الشبابية مشاهدينا الأعزاء، وإن شاء الله حضراتكم في المستقبل ترفعون اسم الكويت عالي في محافل سواء دولية أو حتى على مستوى الكويت في الرياضات أو في مواضيع أخرى، حياكم الله. لذلك دائما ما ننوه أنكم تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الأعزاء، قبل لا نختم حلقتنا ونتكلم في مواضيع كثيرة، عندنا فقرة تتكلم عن المشاريع الشبابية مع سارة الأشرب، وهي طبعا راح تتكلم عن مشروع شبابي مهم. كل مرة نسلط الضوء على مشروع من خلال هذه المشاريع لكي نحفزهم ونشجعهم أنهم يفتحون مشاريع خاصة فيهم تفيد أنفسهم وتضيع وقت فراقهم بشيء مفيد. نشوف هذه الفقرة ومن ثم لنعود وياكم. أول شيء نصفر الميزان، بعدها نبلش نرطب الفلتر أو مثل ما نقول نغسل الفلتر. طريقة تصفيط الفلتر تكون الثلاث جهات هذه صوب مكان الصبة، نبدأ نرطب الفلتر أو نغسل الفلتر ونشيل عنه كل الأتربة علشان نتخلص من طعم الورق، ونثبت الفلتر بعد بالأداة ونسخن الأداة. القهوة مثل ما قلنا مطحونة، طحنة متوسطة أقرب الحبات السكر. نبدأ نوزع القهوة ونبدأ الحين في الصب. أول شيء راح نصب ضعف كمية القهوة، يعني إحنا حطينا 20 جرام من القهوة راح نصب 40 ملي. ونشغل الوقت، نوقف ونخليه الحين مثل ما نشوف تطلع الفقاعات على سطح القهوة. هذه مرحلة البلومينج أو مثل ما نقول الدي جازنج، هي مرحلة طرد ثاني أكسيد الكربون من القهوة. الحين نبلش الصبة الثانية. الصبة الثانية راح نصب 100 ملي، نصب بشكل دائري بطريقة انسيابية وكمية متساوية. مثل ما قلنا درجة حرارة المستخدمة في هذه الوصفة 93. من أهم الأشياء اللي تأثر في الطعم اللي هو درجة حرارة الماء. إذا كان درجة حرارة أعلى راح تزيد عندنا المرارة في القهوة، إذا كانت درجة حرارة أقل من 92 راح تبرز معانا الحمضية أكثر في القهوة. نبدأ الحين الصبة الثانية 100 ملي بعد،
طريقة دائرية متساوية، نوصل لي 250 ونوقف. تقريبا الوقت اللي نحتاجه للتحضير من دقيقتين إلى دقيقتين ونص، مناسبة لكمية 20 جرام. كل ما زاد عدد الجرامات راح ياخذ معنا وقت أطول، بس أهم شيء إنه ما يتعدى دقيقتين ونص. نبلش الحين الصبة الأخيرة 50 ملي. المعادلة اللي استخدمناها في التحضير ريشيو 1:15، بمعنى استخدمنا 20 جرام راح نستخدم 300 ملي ماء. وكذي خلصنا الصف، ننتظر لما القهوة كلها تتحضر. وكذي حضرنا معاكم قهوة مقطرة بأداة الكيمكس. أداة الكيمكس قهوة تتميز بقوامها الصافي الخفيف، تعتبر خيار ممتاز للي حاب يجرب القهوة المقطرة. قهوة بسيطة فيها إيحاءات واضحة بس مو معقدة مثل باقي الأدوات الـ V60 وغيرها. وكذي القهوة جاهزة معنا. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى، وقبل الختام حابة أتكلم شوي عن الطاقة الشبابية الجميلة. سارة الأشرم يعطيها العافية سوت طريقة كوفي جميل، يعني إبداع متميز، وأساساً إحنا دائماً الداعمين لهذه الطاقات الشبابية، وكانت حلقتنا جداً مميزة ودسمة وجميلة، ولا إيش رأيك بدور؟ أكيد بلا شك، وشكر طبعاً موصول لزميلتنا حوراء غالب، والاستطلاع اللي كان في بداية الحلقة مشاهدينا الأعزاء كان يتكلم طبعا عن صلة الرحم، ونذكركم ان كل مره راح يكون موضوع مختلف عن الثاني من خلال استطلاعاتنا وكذلك فقراتنا المنوعه. وما ننسى ايضا الاستاذه حنان العنزي على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا من خلال فقرتها القانونيه، وايضا نشكر الكابتن واللاعب فلاح المطيري على تواجده معنا من خلال هذا البرنامج، وإن شاء الله نتمنى له المزيد من التقدم والازدهار ورفع اسم بلاده عالي. والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة اليوم. طبعا أكيد هذه كانت محاورنا، وأيضا عندنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله ضيوف متميزين ومتألقين في مجالات عديدة. نتمنى لكم قضاء عطلة أسبوع ونهاية أسبوع جميلة بإذن الله تعالى، ونذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت عندكم فكرة، موضوع، مبادرة، مشروع، فعالية شبابية، تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحسابات الخاصة لبرنامجكم من خلال السناب شات والإنستغرام شبابي Q8 TV، وأيضا إيميل البرنامج شبابي Q8@hotmail.com. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد بإذن الله تعالى. مع السلامة.